اتحاد الكرة المصري أعلن بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي وبشراكة ورعاية الشركة المتحدة للرياضة إطلاق مشروع قومي رياضي وتدشين بطولة جديدة تحمل اسم الدوري مصر للناشئين تحت رعاية الاتحاد الدولي فيفا بالإضافة لدوري أكاديمية مصر. الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القائمة أعلن عن القائمة اللي هتسافر إلى السعودية النهاردة استعدادا لخوض مباراة السوبر إفريقي أمام الأهلي الجمعة الجاية على ملعب المملكة أرينا. وتواجد محمود حمدي الونش في القائمة المسافرة للسعودية لمواصلة برنامج التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء. مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم اللي هتسافر المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر إفريقي واللي هتتلعب الجمعة الجاية بملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض. رابطة اللاعبين المحترفين اسكواش بي اس اي اعلنت التصنيف الجديد في شهر سبتمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر في وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في المركز الثالث. كمان حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، وجاء البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني بعد انطلاقات مميزة في الموسم الجديد. عبد الرحمن محمد يونس لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال حصد الميدالية الذهبية في وزن 81 كيلوغرام في منافسات الخطف ببطولة العالم تحت 20 سنة اللي بتستضيفها مدينة ليون الإسبانية وبتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري. واستطاع عبد الرحمن يونس رفع ثقل قدره 161 كيلوغرام. منتخب مصر للميني فوتبول الرجال أصبح أول المتأهلين لكأس العالم للعبة واللي هيقام بأذربيجان السنة الجاية، وده بعد فوزه على منتخب الكاميروني بنتيجة 2-0. أحرزهم اللاعب محمود الشناوي في إطار منافسات الدور الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية واللي بتستضيفها جنوب إفريقيا في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر الجاري. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لباسانتو ومصطفى عشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ديما.